السلام عليكم، معكم طلال نقار. هبدأ المحاضرة الأولى من سلسلة النيفروباثولوجي، حتكون محاضرة تعريفية بالتشريح. بهمني جدا أني أنا أتخيل البعد الثالث، التشريح العياني. لما بشوف مقاطع الباثولوجي، مقاطع الباثولوجي بتكون من بعدين، لازم البعد الثالث يكون بذهني دوما لما بتخيل مقاطع مشان أفهم بالضبط شو عم شوف. باختصار، هذه الكلية مثل ما شايفين، في الدم بيجي عبر الشريان، بيطلع عبر الوريد، بيصير تصفية، عملية الكلية هي بتشتغل كمصفات، بيطلع سائل من الدم، بيتم معالجته لحتى يتشكل البول النهائي اللي بينطرح عبر الحالب. باختصار هذا اللي عم يصير. لو دخلنا بالتفصيل وحدة مرحلة مرحلة، لو قطعنا الكلية بشكل طولاني حيكون حنلاحظ القشر، هنلاحظ اللب اللي هي الأهرامات، وحنلاحظ الحويضة اللي بتصب بالحالب. الشريان بيتفرع لفروع صغيرة، بيعمل الشريان القوسي الأركويت هون، بعدين بتشكل، حفوت بالتفصيل بعدها، بتشكل الفروع الوريدية اللي هي بتتجمع مع بعضها مشان تشكل الوريد الكلوي. لو جينا مع هذا الشريان الكلوي ومشينا معه مع فروعه مع الفرع تدريجيا، حندخل لنوصل للشريان الاركويت، للشريان المقوس او القوسي. هذا الشريان بيعطي تغذيه للكبه الكلويه. التغذيه هو الشرين الوارد اللي هو الافرنت ارتري، وبيطلع لنا الشرين الصادر اللي هو بيطلع من الكبه، بيطلع منه بالافرنت ارتري. هذا الشرين بيعمل لي، بيغذي الشبكة حول الأنابيب، الشبكة الشعرية حول الأنابيب. بعدين هي الشبكة الشعرية حول الأنابيب بتعمل فروع وريدية، بتتجمع تدريجيا لتشكل الوريد الكلوي. هذا هو اللي عم يصير بالضبط هون بالكبة الكلوية، في محاوطة محاطة بمحفظة بومان اللي هي بتاخذ الرشح، وبيتجمع بعدين بيمر عبر الأنابيب، وبيعاد امتصاص جزء كبير منه، وبيعاد يتم افراز بعض المواد، وتطرح اخيرا بالحويضه الكلويه. هذا هو مخطط النفرون. لاحظوا هون الكبه الكلويه، هون محفظه بومان مكانها، الكبه الكلويه حواليها او داخلها. الانابيب الكلويه هي اللي بتاخذ الرشح، السائل الراشح، بتعامله او بيصير البروسيس له على طوال الانابيب، هي ليوصل بالاخير للانبوب الجامعي اللي بيصب بالحويضه الكلويه. هذا مخطط ثلاثي البعد، هذا بالمجهر الالكتروني، اظنها كليه ارنب على ما اذكر. لاحظوا هي كلها كبب كلويه بعدين عم تصب بانابيب، ما اظن في هون شرايين، هي كلها انابيب كلويه. نفس الكلام، هذه كبب كلوية عم تاخذ تروية من فرع الشريان. هذا شرين وارد وهذا شرين صادر. هذه الشريان الكلوي عم يتوزع لفروع، هذه صورة حقيقية أظنها، أظنها كلية أرنب. دقولي على هالصورة الصغيرة أولا، هذه كبة كلوية، لاحظوا كيف شكلها، عبارة عن شرين، فرع الشريان المقوس بيعطيني الشرين الوارد الأفرنت، بينعمل ككبة، بيلف حول بعضه، بيطلع منه الشرين الصادر، هذا الشرين الصادر بيكمل طريقه. هذه هي الكبة الكلوية. الكبة الكلوية هون قاعدة، إذا بتنتبهوا عليها، هذا بالمجهر الإلكتروني، محاطة بمحفظة بومان. فعمليا هذا هو الشكل الكبة الكلوية اللي أخذناها بالبعد الثالث. لو عملنا مقطع عرضي فيها، لو عملنا مقطع بهذا المستوى، هتلاقوا حيظهر الشرين الأفرنت، هذا هو الشريان الأفرنت، وهذا الإفرنت، هذا الصادر. هذه مقاطع بالأوعية، لاحظوا أن الأوعية حتكون حتظهر مقاطعها بهالشكل، الشعريات. هذه محفظة بومان، وهذه الانبوب القريب، بيتجمع البول هون لحتى يمرق بالانبوب القريب. هذا باختصار الشيء اللي بنشوفه بالمقاطع العرضيه، المقاطع اللي هي من بعدين. كثير مهم ان الواحد يتخيل البعد الثالث لما بيشوف هذه المقاطع. مثل ما حكينا، شريان بيعطي فروع، بيوصل للكبه الكلويه، هذا الشرين الافرنت، الشرين الوارد،
هذا الشرايين الصادر الافرنت، هذا الشرايين الصادر بيغذي الشبكه حول الانابيب البير تيوبولار كابيلاريز. لذلك اللي هي اللي هون بيصير فيها يعني هون بيصير الرشح بهي المنطقه، منطقه الكبه الكلويه، السائل الراشح بيمرق عبر الانابيب ويعاد امتصاص معظمه عبر هي الشبكه الشعريه المعقده. فعمليا الدوران الكلوي هو دوران ثنائي الشبكه، ثنائي الشعريات، هي ما موجوده بكل باعضاء ثانيه بالجسم. الشريان لحتى يوصل للوريد لازم يمرق الدم بشبكتين من الشعريات، الشبكه الاولى هي الكابيلاري تبع الكبه الكلويه، والشبكه الثانيه هي البيريتيبولار كابيلاري. واحده منهم ترشح بيرشح منها البلازما، والشبكه الثانيه بتمتص معظم السوائل والاملاح اللي رشحت. بقى صرنا هلا بالمقاطع الثنائية البعد، مقاطع عرضية بالكبة الكلوية. أظن المقطع صار واضح يفترض بالنسبة لكم، هذا شرايين وارد، هذا شرايين صادر، هاي مقاطع بالأوعية عم تلتف، فهذه مقطع، هذه وعاء، اثنين ثلاثة أربعة، أكثر من هيك بيكونوا، هذه محفظة بومان، هذا القطب الوعائي، هذا القطب الأنبوبي اللي هو بينتهي البولي بيتجمع هون، بيرشح من الأوعية عبر الغشاء القاعدي، بيتجمع هون وبينتقل للأنبوب القريب. رح تشوفوا هون في أربع أنواع من الخلايا، هي مجموعة من الخلايا بسموها الميزانجل سيلز، اللي هي شغلتها تدعم الأنابيب الأوعية الشعرية، فهي عملية مثل دعامة بداية مبدئيا، هذا خلينا نقول وظيفتها الأساسية، رغم هي وظائف ثانية أهم من هيك، وظيفتها الدعم الميكانيكي، هذا أول وظيفة. الخلايا الثانية هي خلايا بتبطن الأوعية من الداخل، هي خلايا الإندوثيليال سيل، الخلايا البطانة الوعائية الإندوثيليال. هلأ الخلايا اللي بتبطن الوعاء من الخارج، إذا بتشوفوها هي الخلية الوحيدة وهي الثانية وهي الثالثة، هي الخلايا القدمية، هي البودوسايتس. البودوسايتس خلايا كبيرة، خلايا قدميه بسموها، او خلايا الابيثيليال سيل، الفيسكولار ابيثيليال سيل، خلايا الظهار الحشويه. هي الخلايا ما بتبطن بنفس الشكل مثل الخلايا البطانه الداخليه، انما بتكون خليه وحيده بس بترسل استطالات، اقدام بنسميها، بتحيط بالغشاء القاعدي من الخارج. هذه الخلايا البطانيه الاندوثيليال سيلز، هذا الغشاء القاعدي هون بيناتهم، وهي الخلايا القدمية اللي بترسل استطالاتها. الخلايا اللي هون هذه الخلايا الجدارية الابيثيليال سيلز، الخلايا الجدارية الظهار الخارجية، هي بتحيط بتغلف محفظة بومان من الداخل. فأربع أنواع من الخلايا: الظهار الخارجية، الخلايا القدمية، الخلايا الاندوثيليال سيلز، والميزانجيال سيلز. لحتى نصور أكثر الخلايا القدمية، الخلايا القدمية هي عبارة عن خلايا كبيرة، ما بتكون بترسل استطالات بكل الاتجاهات وبتحيط بالأنبوب بالشعريات من الخارج. لاحظوا هي جسم الخلية القدمية عم ترسل استطالاتها، عم تحاوط الأنبوب الشعري بكل الاتجاهات، وعم تلتقي مع الاستطالات من الخلايا الثانية. هي هذا الشكل كثير مهم نتخيله. هذه أنبوب شعري واحد، لاحظوا من جوا، هذه الطبقة الزرقاء هي الغشاء القاعدي البيزمنت ميمبرين. من الداخل في شيء اسمه الخلايا البطانية، وبتكون فينستريتد، هي خلايا البطانة الوعية الاندوثيليا سيل، وبتكون فينستريتد، بتكون مثقبة. هذه الخلية هي خلية البودوسايت اللي عم ترسل استطالات، اللي هي الفود بروسيس بيسموها. لاحظوا انه كيف محاوط الأنبوب بشكل مثل اصابع مشبكه بعضها، يعني تماما، يعني ترسل استطالات بتحيط بالاستطالات تبعها، بتحيط بالانبوب الكلوي، بالانبوب الشعري من بكل الاتجاهات. كثير مهم انه نتخيل هذا الشيء، لانه هذا المكان اللي هو بينات الاستطالتين، بينات الفوت بروسيس، بسموه الفلتريشن سليت، اللي هو الشق اللي بيصير الرشح من خلاله. هذا التركيب كثير مهم نتخيله كبعد ثالث. نفس الكلام، هذا أنبوب شعري كابيلري، هذه خلية بودوسايت عم تصل استطالات الأولية والثانوية لحتى توصل للإنتر ديجيتيشن، بتعمل السليت ديافراغم اللي هو الغشاء، الشق الغشائي، أو اللي بتشكل بين استطالتين. من الداخل لو طلعنا على الأنبوب من الداخل، لاحظوا في ثقوب صغيرة، هذه هي اسمها الفينستريتد كابيلر إندوثيليوم، اللي هي البطانة المثقبة. من هون بيصير الرشح من الداخل،
ومن الخارج بده يمرق عبر هذه السليت ديافراغ. نفس الكلام هون، أظن صارت المنظر صار مألوف بالنسبة لكم. خلايا بودوسايت بترسل استطالاتها وبتغلف الكابيلاري للشعريات من كل الاتجاهات. هذا مخطط ترسيمي لازم يكون ببالنا، ممكن بالمحاضرة القادمة ندخل بالتفصيل فيه. هذه كابيلاري، هذه أحد الشعريات، هذه اللومن تبعها، هذه الخلية البيطانية، هذه الخلية الميزانجل ميزانشيمية أو ميزانجل، هذه الخلية القدمية هي البودوسايت اللي عم ترسل استطالاتها من الخارج، لاحظوا أنه عددها قليل، وهذه الخلية الجدارية هي البرايتر اللي هي الازدهار الخارجي. لو اني كبرنا عملنا مقطع بهي المنطقه، منطقه الغشاء القاعدي، لاحظوا انه في غشاء قاعدي، في اندوثيليوم، في ابيثيليوم من الخارج، حيكون معنا هذا الشكل. هذه استطالات قدميه من جهتين، في بيناتهم روابط، ولو طلعنا عليها بالمجهر الالكتروني حيكون بهذا الشكل. في عندي غشاء قاعدي، في عندي اندوثيليوم، في عندي ابيثيليوم، في هي استطالات قدميه فود بروسيس. تخيلوا هذا المنظر، وحندخل مرة ثانية نشوف سلايدات ثانية بنفس المنظر. بس حبيت شو فيكم الفينستريشن، هذه خلية اندوثيليوم، خلية بيطانية وعائية مثقبة، من هون بصير الرشح عبر هي الثقوب. هي الثقوب محمية بمواد حنحكي عنها لاحقا، وحنحكي عن شو هي الأمور اللي بتأثر بفعاليتها. أظن صار المنظر مألوف. أنا عم أنظر للغشاء القاعدي هون، هذا هو الغشاء القاعدي، مؤلف من عدة أنواع من البروتينات، هنحكي عنها شو هي، الكولاجين 4 وغيره. هذه البطانة، هذه الزهارة، هذه الإندوثيليوم، هذه الإبيثيليوم، هذه الاستطالات القدمية، لاحظوا هي استطالات قدمية، وهذه الخلايا القاعدية اللي هي عفوا الخلايا البطانية اللي هي بتحيط من الوعاء من الداخل. هنحكي عن كل هدول بالتفصيل، عن هي طبقة الجلايكوكاليكس، هنحكي عن بوقت بيجي وقته ممكن نحكي عن تركيب الغشاء القاعدي حتى. لو نظرنا لهي المنطقة مرة ثانية اللي هي بين استطالتين قدميات اللي هي الرشح بيتم من خلالهم، حتكون في عندي مثل تشابك بين بروتينات معينة بنسميها لها أسماء ومعروفة طبعا، اللي هي أهم النفرين، احفظوا هذا الاسم اللي هي هاي، والبودوسين اللي هي قاعدته للبروتين النفري. نفس الصورة تقريبا، نفرين وبودوسين ذكروهم مرة ثانية. هذه استطالة قدمية فيها كتير بروتينات، كتير أسماء. هذه السليت ديافراغم اللي هو الغشاء، الشق الغشائي بنسميه، ما بعرف شلون ترجمته. النفرين، بروتين النفرين بيستطيل من الجهتين وبيعمل مثل فلتر، من هون بيمرق السوائل والشوارد. هذا غشاء قاعدي، وهذه خلايا بطانة وعائية الاندوثيليوم. هذا المنظر حنحكي عنه بالتفصيل بيوم من الأيام. هذا عبارة عن وعاء، لاحظوا هذا الوعاء فيه كرية حمراء جواته، هذا الوعاء فيه فينستريشن مثقب، هذه البطانة، هذا الغشاء القاعدي جي بي ام، وهذه الاستطالات تبع البودوسايت. هذه البودوسايت سيل اللي هي الجسم الخليه القدميه عم ترسل استطالاتها بكل الاتجاهات، وعم تعمل هذه السليت ديافراج اللي هو من الياف او من عفوا بروتينات النفرين، هذه نفرين. كثير مهم هذا السلايد، بيوم من الايام حنحكي عنه بالتفصيل، لانه جدا يشرح لنا بالضبط شو عم يصير بالاصابات من اصابه للثانيه. هذا هو المنظر اللي ممكن تتوقعوا تشوفوه لما تشوفوا الباثولوجي تبع او مقطع تشريحي لتشريح مرض الكليه. هذه كوبه كلويه، في عندي كوبتين هون، وفي عندي النسيج الانترستيشيوم مع الانابيب الكلويه، هذه الانابيب وهذه الكوبه الكلويه. ممكن مرة ثانية، هذه كبة كلوية، هذه أنبوب وهذه أنبوب، لاحظوا أنه هذا الأنبوب أسمك، لاحظوا الخلايا فيه متطورة أكثر من هذا، فهذا بروكسيمال تيوب، بينما هذا الديستال تيوب. البروكسيمال تيوب وظائفه أكثر تعقيدا من الديستال تيوب، فهذا ربما ما مهم كثير بالتشريح المرضي، بس مهم لحتى تفهموا أنه البروكسيمال تيوب خلايا أعقد بكثير من الديستال تيوب.
لو كبرنا الأنابيب، احنا عم نطلع هون بالضبط، لو أخذنا مقطع أو أخذنا كبرنا هي المنطقة بالضبط حنلاقي هذا المنظر. لاحظوا هذه الكابيلاري فيها كريات حمراء، فيها خلايا اندوثيليال، في خلايا ابيثيليال من الخارج. هذا هو الغشاء القاعدي اللي دائما نحن بنحكي عنه. لو طلعنا عليها بالمشهد الالكتروني حنلاقي نفس المنظر، هذا عبارة عن أوعية كابيلاري لومن، هذه كابيلاري، هذه كابيلاري، هذه داخلها الكريات الحمراء. خارج هذه الكابيلاري حتشوف اليورينري سبيس اللي هي المسافة البولية اللي هي بتجمع فيها السائل الراشح، وهون طبعا بيتجمع وبينزل ليوصل. هذه محفظة بومان، هذه محفظة بومان. هلا هون هذا هو الغشاء القاعدي اللي بنحكي عنه، هذه الاندوثيليوم تبعه، هذه الابيثيليوم تبعه، هذه الظهارة وهذه البيطان. الخلايا القدمية حتكون هون، هذه خلية قدمية، لاحظوا حجمها. وبين من داخل بين الكابيلاري من الداخل حيكون الميزانجوم، هذا هو السائل الخلايا الميزانجيمية مع المادة الميزانجيمية. نفس المنظر أظن صار واضح بالنسبة لكم. هذه كابيلاري، هذه كابيلاري، هذه كابيلاري، هذه ميزانجوم، هذه خلية قدمية مثلا بودوسايت، واضح. هذه الاستطالات القدمية تبع البودوسايت، لاحظوا وشوفوها من الخارج، هذه استطالات قدمية كلها. هذه منظر كبير كتير للغشاء القاعدي، أظن صار واضح بالنسبة لكم. هذا غشاء قاعدي، هذا من الداخل كابيلاري لومن، هذه الاندوثيليوم شوفوها فينستريتد عفوا، وشوفوا هذه الاستطالات القدمية تبع الخلايا البودوسايتس. نفس الكلام هون، أظن صار واضح، ما هعيده. نفس الكلام هون، هذا المنظر واضح تماما. هذه الخلايا، هذه الكابيلاري لومن، هذه البومن سبيس إضافة إلى الغشاء القاعدي بالنص، الاستطالات القدمية، الخلايا الاندوثيليوم. بهمني احكي معلومة ربما حتتكرر لاحقا كتير، انه نحن ربما حنعمل كورس كامل ونحكي عن امراض اللي بتصيب الجلوميرولا اللي هي الكبة الكلوية، بس حقيقة الانذار تبع الامراض الكبية بيتعلق اساسا بالانترستيشيوم، بالنسيج الخلالي. لما بيكون النسيج الخلالي المشرح المرضي بيقول لك انه في سيفير فايبروسيس مع افتا، يعني اسمه افتا انترستيشال فايبروسيس مع تيوب اتروفي، يعني في ضمور بالانابيب مع تليف بالخلال شديد، فالانذار عاده سيء. ربما نفكر كثير انه هل من الضروري نعالج المرض الكوبي اللي شخصناه، او ما في ضروري نعالجه، انه اصلا الكليه انذاره سيء وغالبا بيتجه مجد القصور الكلوي. ليش عم نحكي هالكلام؟ لانه الجزء الاصعب حقيقه بدور الكليه ما هو الكبه الكلويه، ما هو موضوع مفاضل، الكبه الكلويه شغلتها الرشح، بس الجزء الاساسي والشغل المعقد فعلا هو ممكن نحكي فيه كورسات مفصله، هو عمليات الامتصاص والافراز اللي بتصير على مسار الانابيب الكلويه. نفس الفكره، لاحظوا انه هون حيصير في عندي اعاده امتصاص مع افراز بعض المواد. خلينا نتذكر انه كميه السائل الراشح عبر الكبه الكلويه هو 180 لتر يوميا، في حين انه كميه البول الصادر عن الانسان البالغ طبيعي وسطيا 2 ل 3 لتر، فمن اصل 180 لتر عم يرشح وهون عم يوصل للمثانه 2 ل 3 لتر يوميا، فالمجهود اللي بتقوم فيه الانابيب الكلويه فعلا كبير، هو الأساس حقيقة بسلامة الوظيفة الكلوية. بتمنى أنه هاي مقدمة دخلتنا شوي بالجو، إن شاء الله بالمحاضرات القادمة حنستعرض تفاصيل أكثر، إن شاء الله يا رب يكون عجب. السلام عليكم.